عسلامة، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في لما ونجوم. كيف العاده نكونوا على موعد مع ضيوفنا، مع فنانينا، باش نحكيوا تفاصيل كبيره عن اعمالهم الى جانب جولتنا العاديه، واللي من خلالها يكون اللقاء حلو ومتميز ما بين الجو الطبيعي الحلو وما بين الكلام اللي كل مره مع كل فنان يتجدد اللقاء الا ونتعرفوا على مسيرته وعلى اخباره الفنيه الى جانب مشاريعه الجديده والقديمه. اليوم حبينا ان نضويو على الانشاد في تونس وعلى المشاريع الفنيه اللي قاعده تتقدم من خلال استضافتنا للفنان التونسي عبد الله الذويدي، باش نحكيو على الانشاد في تونس عن الماضي والحاضر وكيفاش يختار الاغاني نتاعو الى جانب الاغاني اللي وقع التجديد فيها وهي اغاني وطرق صوفيه قديمه. كيفاش كانت الجوله؟ برنامجنا يبدا توا لما ونجوم. اليوم فرحانة برشا واحنا في جو سيدي بوسعيد، محلاه الجو هذايا وقداش محتاجين، وخصوصا وقت اللي يبدا بحداك ارتيست فنان عنده مدة كبيرة من اللي موجود على الساحة التونسية، عنده بحث كبير في الموسيقى خصوصا الموسيقى الصوفية والأغاني القديمة، ولكن عنده إضافة حلوة برشا أنه من الأسماء التونسية المهمة برشا اللي قاعد زادة يعمل في إنتاج خاص، ماهوش قاعد بركا يعاود في القديم ويبحث في القديم، ولكن عنده برشا انتاج خاص. هذيك علاش اليوم يكون ضيفي في لما ونجوم عبد الله الذويدي. شنو احوالك؟ اهلا وسهلا. لاباس؟ عايشك. ما كذبتش كي قلت راهو يجيب من القديم، ولكن حاجه باهية فيك يا عبد الله، تنتج برشا الاغاني ديما. والله هو تصرف برشا، هو اجتهاد وانسان كيف يحب معناتها النوعيه اللي يخدم فيها يعطيها كما هي تعطيه هو يعطيها، وباش ينجم يحس اللي هو موجود وباش ينجم يكون مقبول عند الجماهير يلزمو باش يعمل جديد، ويلزمو حتى كان باش يجيب القديم التراث يلزمو يخرجوا في اطار معناتها يكون مزيان اللي وجديد وطريقه جديده معناتها تتماشى مع العصر هذا ومع الشباب اللي يحبوا التجديد والتصوير الحلو. عبد الله، وقت اللي تمشي لتراثنا القديم وكل، على شنو تلوج؟ على الاغاني اللي المستهلكه، ولكن مستهلكه بطريقه اللي هي ماهيش في ظل الاغنيه القديمه، والا تبحث على اغاني هي قديمه محليها ولكن ماهيش قاعده تظهر، لانه يعني برشا اغنيات محليهم من تراثنا من المداح والاذكار نتاعنا نحن وكل شيء، ولكن ماهيش مستهلكه. تقول هذوما حرام يقعدوا لازمهم تجديد وتهذيب مع المحافظه عليهم وعلى تراثنا. هو انا نتلزم باش نجيب الاغاني هذيك، على خاطر انا ملي انا صغير من عمري 6 سنين انا عشت في مع شيوخه ومع فرق، يعني كنا نخدموا في برشا حاجات ونحفظوا في برشا حاجات، ولكن الوقت هذا نحسوا معناتها في فتره طويله كلها ما تعاملوش وما تقالوش وما معناتها ما تقدموش، معناتها بورتان اللي برشا فرق قاعده تنتج في الحضرات وفي الفرق هذه الصوفيه، ولكن النوعيه اللي انا نعرفها اللي كنا برشا حاجات حلوه برشا اللي كان يخدم فيها البراق الله يرحمه، كان يخدم فيها عبد المجيد بن سعد، كان يخدم فيها من النديري، كان يخدم فيها محمد الكلبوسي، يعني اللي تعلمت عندهم مبروك الشير اللي تعلمت معاهم وتعلمناهم صار حسوا مش موجودين. يعني انا كان ياخذ من الريبرتوار القديم نتاعي انا واللي انا حفظته ونعاود نجدد، اللي هو بالحق يعني حاجات قيمه وحاجات معناتها حلوه برشا. Thank you.
عبد الله تخدم برشا على زاد على اعمالك الخاصه، وكانك انت زاد تحب تخلي تاريخ وتحب يكون عندك انتاج خاص باش ما يقولوش يعني هاو يستغل في التراث القديم، والا عندك فكره اخرى زاده في خدمتك تحب زاده انت تعمل حاجه باهيه تقعد. بالطبيعه بالطبيعه يلزمك تنتج، علاش فنان انت؟ علاش انت توا معناتها تحب تقول انا فنان؟ اذا كان انت باش تخدم تجي تخدم اغاني نتاع موتها للناس اللي خدمت وماتت، ولا ناس خدمت وخلات، ولا تجيب غنايه معناتها من التراث وتخدمها، عمرك ما توليش فنان، ما توليش مبدع. صحيح. وانا كنت شجعت على كوشاد معناتها بطاقه الاحتراف المبدع اللي تعاملت السنه وصارت عليها برشا حكايات، معناتها كنت من اول المشجعين اللي دافعوا عليها هذه بطاقه الامتياز، خاطر مش معقول واحد يجي يغني اغاني العباد وياخذ سكسي وياخذ الفلوس ويعمل عروض ويعمل وما ينتجش فهمتي. باركونتر الانسان اللي ينتج ويخدم ويعمل، عندنا فنانين ويخدم في برشا فلوس تخدم في 100% انتاجها وماهمش لاقين حظهم. يلزم واحد يخدم ويبدع، بفنان يلزم ينتج ويلزم يقدم اعمال ويلزم يقدم مشاريع ويلزم هكا باش يتفنى باش يولي فنان ومبدع. اما فنان انا كي جي غني اعتبره عربي برا، ولا مع كامل احترامتي للعربي. في الانشاد اليوم فما برشا اعمال موسيقيه، يعني فما عوده كبيره للاعمال الفرجويه الانشاديه اللي غابت مده، قاعده غايبه ومش موجوده في الساحه. وقت اللي رجعت للساحه الفنيه باعمال موسيقيه كبيره لقيت منافسه الحقيقه عبد الله، انك كنت مثلا انت من الاوائل اللي بديت العروض هذيا، من بعد فجاه وليت كل واحد يعمل عرض، وليت فما رغبه كبيره وحتى الجمهور ما تعطش ولا يمشي، عكس قبل كنت باش تروج يعني سامحني العمل فرجوي ديني انشادي تراثي في الصوفي، لذلك كنت زاد فما مشكله ما فماش اقبال من الناس. هو معلش خاطر مطلوب من الجماهير، تو كل العروض الصوفيه عروض الحضره تلقى قبيل جماهيري. لذلك قد طلبوا تيتا تيتا انتوما والمزود. لا اكثر من المزود الصراحه. ايه قعدتوا للزوز مطلوبين الحقيقه. لانه هو من معناتها من 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 تراثنا. باعتبار انه ما فماش علاقه بيني. من الهويه التونسيه، هو فن شعبي بكله فن شعبي، حضره ولا مزود ولا سكره كله فن شعبي، لانه هذاك معناتها تربيت عليه جدودنا والبلاد هذه. يعني شوف فيها سيدي محرز بن حسن، وفيها سيدي عبد القادر، وفيها سيدي الولي، وفيها ام زين الجماليه، وفيها الاولياء الكل. الاولياء الكل منين تخلق هي الاغاني الصوفيه؟ من الزوي والذكر والعيساويه وكل معناتها نتاعنا، يعني معناتها يقول لك الشعوب لا تنسجم الا مع تراثها، وهذاك التراث نتاعنا يمسنا. انت كي تحط بندير وتضرب حتى من غير ما يشعر يتحرك. صحيح. يعني هو مطلوب، والحاجه اللي مطلوبه الناس تسعى باش تواجد فيها. الا غالب المشكل تويكا في الاغاني نتاعنا التونسيه الوتريه اللي هي المقامات نتاعنا اللي هي حاجه كبيره وماهيش حاجه سهله قاعده تنقص. عندنا بعض الفنانين توا قاعدين فما بخل منهم الوتريين، تحس ماهمش قاعدين يجددوا. مش بخل زاد الفنان، فنان اذا كان باش هو انتم قاعدين تصرفوا، المزود قاعد يصرف، قاعد يجدد، نسمعوا في برشا غناء. ممكن فما تقصير منهم خاطر توا خاطر انت ما تصورش اغنيه شو قداش تكلف لك بنادر وعازفين ومنجدين وتخرج في البوم ما شاء الله. الفنان اللي بخيل هو يقول لك انا عندي معناتها ريبرتوار ونغني، مش نقعد توا نصرف على اللبسه ونصرف على كوني مش فنان نجيب العروض ونصرف اي بالحق يعني، ولكن تجي تنوم تعرف الكورونا هذه كشفت برشا عوار نتاع فنانين. عندك شو برشا حاجات اللي الفنان اللي تشوفه مثلا شوف. ما نجمش نسمي العباد انا، اما اغلبيه الفنانين يعني مش ضرتهم مثلا عادي انهم قاعدوا في ديارهم يعني ناس ما لقات ما تاكل. ما فكروش في انهار ناس جاعت فهمتني. انا فما برشا يقول لك فنان وفنان وفنان، ولكن ترى يلبس وكا قدام الناس اما داخليته قلت لك عريت برشا حاجات. انا كنت مباشر شويه في النقابه نتاع الفنانين وريت برشا حالات، فهمت برشا حالات كبيرة اللي هي فما عباد ما لقات ما تاكل. وهذا مشكل مشكل لكن انت متخممش غدوة على بس وفكر في شوية يعمل أنيقته ويتليها بروحه، ما فكرش اللي فما نهار ينجم يصبح ما يخدمش لسبب أو لآخر. برشا فنانين لازم الكورونا لا قدر الله أي حاجة تسيبه ينجم يصبح فنانين كبار، فنانين كبار معناتها كبار مش كبار في كبار في إنتاجهم في قيمتهم في قيمتهم الفنية. فنانين معناتها انا ما قديش تعطي الوزاره 900 دينار عم صارت عليها مشاكل كبيره،
وفهم اللي خذاها وفهم اللي ما خذاهاش وتغشش وبارك الله فيها الوزاره ولا هو ماهوش فرض ماهوش معناتها بالسيفه عليه بتاعتي ولكن هي ساعات امريكان انت تخمم قدر المستطاع انت تخمم يعني ولا يخمم ويقول لك اخويا الفنان توا ما يلزمش يقول يلزم خدمه اخرى ما يجيش زاد الفنان يخدم ويغني ويقعد يخدم في خدمه اخرى نجار ولا حداد ولا ومش لازم زاد اللي يلمهم الكل يعمل بهم لبسه فواياجات وكل شيء خلي زاد يفكر اللي فما نهار ينجم يصبح ما يخدمش في ظرف او لاخر ينجم يورد لا قدر الله عنده صغار معناه يفكر في غدوه مش لازم نفكروا كان في اليوم صيف وفي معاش وين نسافروا نهبطوا تصاروا كل حكايه ونشري معاش هو اللي باش يعمل على الفن راهو مش معناتها مش حل معناتها مضمون ما تعملوش على الفن برشا ينجم بهكا ينجح وياخذ شي شيء يولي لاباس عليك وفجأة يغيب يغيب على الأقل ولا يتنسى أما إذا كان هو باش يعمل على الفن كمستقبل روحه مش صحيحة الحكاية مش مضمونة عبد الله انت من الفنانين اللي عندك برشا اعمال ونعرفوا اللي انت زاد تقدم في برشا معني احتفاليات في تونس وخارج تونس ولكن من الفنانين الاوائل اللي بديت في العروض اليوم برشا عروض وكل شيء هل انه اليوم لقيتوا الارضيه والمناسبه ولات اقوى هل الجمهور التونسي اليوم تغير ولات عنده نظره اخرى للاعمال الفرجويه السوقيه خصوصا انه فما مده فما قطيعه ما فماش العروض هذه والناس ما تمشيش واصلا ما كانتش تتسوق كما كان موجود قبل هي النوعية نتاع الإنشاد الصوفي كانت تتعمل في إطار ضيق في الديار في مناسبات في معناتها ما كانتش تتعمل كعرض يعني معناتها خلينا نبداو كانت تتعمل يقول لك جبنا سلمية شوية ولا معناتها ولا حتى كما يقولوا تجارية سلمية يجيبوهم في الديار في مناسبات حتى المناسبات تكون مثلا في بدو الحنة ولا في اسم لطيف ولا كتبان الزاق ولا حاجات هكاية معناتها تبرك ولا حاجة وما كانتش معناتها واكثرية بتكون فيها ستة سبعة من الناس هنا فما فترة كنت تحكي عليها انت كونه أصلا تمنعت الحاجة هذه تمنعت بالسرقة وليت ممنوعة وليت فيها مشكلة كبيرة وفيها معناتها شبهة كبيرة وبعد جيت الحضرة خدمة الحضرة وبالحق هذيك كانت انتقال معناتها 24 سنة تقريبا عندها توا اي اكثر حتى من 24 اتعملت الحضرة حسب سمير ساسي وخدموا خدمة حلوة بدلوا اللي بدلوا ومش خرجوها في ثوب اخر في ثوب حلو برشا سبكتاكل كبير معناتها نجحت وقعدت لتوا تتعاود الحضرة دي هذيك خليت الناس تخمم باش تعمل العروض هذه والحضرة هي تبدت وبعد عملوا نوع آخر اسم آخر والنوبة ولت له حتى كما المزد ما كانش يتعمل في المسرح ولينا نخمموا كيفاش نكبروا معناتها إنسان يلزموا احنا يقولك عنده ما تكونش قعدنا نعنده وقعدنا نكبر مادام فما في مخك باش تنجم تعمل حاجة حلوة عاند بيسالش أنا أول واحد أضفت الآلات الموسيقية للإنشاد الصوفي هذيك علاش انا ديما نقول عبد الله من الاوائل اللي بدا العروض نتاعو انا اول واحد وصار كلام كبير كيفاش انت تو هذاك تعملوا تحطوا وعملت حتى اغاني علاش نصف التراث غربيه لا ما مش التراث ما هو نحن ديما ما بينا يقعدوا البنادر هما البنادر والانشاد وكل شيء أنا اي الة موسيقيه غربيه ولا وتريه كانت مربوطه في جبه وشاشيه وحسيره فانت مرش ودرشني بيدي مش هذيك اعطيني باهي تصويره حلوه هيك تكبرها وتزينها مادام هما كلمات والحان ومقامات وجمل موسيقيه قادره باش تكون حاجه حلوه
وفيكتيف ما مقبي زدنا احنا مش كل آلة تحطها في زدت آلات أقلم وتتويل مع فيها روحانيات فيها معناتك الحس بتاع الروحانيات معناتك اللي تعطي الإضافة ما تجيش انت توا تجي في انشاد وتعمل له بطرية زادة مش أحلو يعني فما آلات يتناغموا ويتناسقوا مع النوعية هذيك يعطي ويضيفوا هيك هو وليت ما تعرف هذاك انجح ننجح كيف وانت توا واحد كان يحل حامض حماسي لا تتلقى بجنبه ستة وليت كثرة قهوة باش نبهار المهم انا والله ماذا بيا يكثروا وماذا بيا الناس بالحق فهمتني لابد باش ماهوش كل خايبين فيهم برشا فرق حلوه قداش نسبة برشا اللي لازم يقعدوا قداش نسبة اللي ماذا بيهم ينصحبوا ويخليوا الساحة للناس اللي عندهم فكرة واللي عندهم رؤية موسيقية خلينا نكونوا واضحين قداش من واحد لازم ينصحب من الساحة الفنية التونسية معاش يعمل عروض يقعد يتفرج في الناس الصحاح اللي عندهم مشكلة. تفكير واللي عندهم موسيقى واللي عندهم رؤية للعمل هذيا خصوصا رؤية مزيانة وتقدم الإضافة بنسبة قديش مش لازم نقولوا فلان وفلان يا فما مشكلة هم مش نقول لك انا مشكلة هي مش تفرق قديش ريتهم هم قديش عنا من فرقة ترى 20 مثلا ال 20 هذوكم الاولاد اللي يخدموا في هذه يخدموا مع هذا ومع هذا ومع هو معناتها تقريبا تقريبا موسيقيين يا عبد الله تقريبا خمسة بدا تكثر العروض تقريبا هما ما يجوش حتى أربعة ولا خمسة فرق تلقاهم يخدموا مع هذا ويمشوا مع هذا ويمشوا مع هذا فهمت تبدل كلسه والبرنامج تلقاه كيف هذايا انا اللي ما نحبوش فهمتني انا كيف نجي نحكي مع مدير مهرجان ولا اداره يقول لي اخويا كيف انا بجيب الحضره هذيك لا مش كيف بعد باش تلقى انا ما نحبش نكون كيف أنا مختلف حتى في النوعية زيادة. حتى في الأغاني حتى في كل شيء مختلف صحيح نقوله في ربي ودي بيه كيف وتخميره ودر شيء أما مش كيف تلقى عندي أنا تقريبا 40% من إنتاج الخاص وتلقى عندي 20% إنتاج أنا بدلته ولو أنه تراث وتلقى عندي واحد ولا اثنين من الصغار اللي أنا نبدله بيه ونحب نطلعه وفهمت عنده سير فما في كل العام تلقى عندي توجه خاص مثلا ونبدا نمشي فيه ورؤية خاصة اللي في الاخر باش نوصل به معناتها اللي انا نحب عليه معناتها ما نوصلش 100% على الاقل كل عام توصل السببية حتى تكمل برنامج نطلع اولاد مثلا نبرز غنيه ولا اثنين ما عرفش لابد باش وهذا كله راهو شوف يطلب مجهود ويطلب فلوس ويطلب فتنة ويطلب علاقات امكانيات مادية ايه كل شيء وانت زاد ابار هذاك بكل الفلوس والوقت لازم يكون عندك مخ تعرف تعامل به مع الناس صحيح. لازم تجب الاحترام ليك ويلزمك تكون محترف معناتها في وقتك وفي ادائك وما تكذبش على الناس مش تقول عندي 40 واحد تهز 10 من الناس صحيح هذه اكزامبل من الحاجات اللي شكلوا بها برشا وانا راني عندي كذا وكذا وفهمت تعطي تصويره في الكتالوج وبرنامج كبير وقت اللي تمشي باش تهز له العمل مدير مهرجان ومن بعد يلقى هذاك جوست كتالوج نلقى انا ساعات مثلا حتى من بالسيمي وما نلقى الضوء ماهوش هو بيدو نلقى نخسر انا من عندي باش انا نوفر ضوء يكون في المستوى معناتها ما تولي ما عادش فما كيستيون تاع فلوس. صحيح. انا نحب انا ما نحبش نصور فلوس نحب انا كل عرض هذاك ينجح. مهم. ونحب ناخذ مثلا 6-7 عروض خير ما ناخذ 20 انا. انا المدلل. انا المدلل. انا المدلل. انا المدلل. نشوى البحري ماني. أنا عطاني غافر الزلات يا الله أنا عطاني غافر الزلات يا الله هاي مدان الدر لشوان بحري ماني هاي مدان الدر لشوان بحري ماني إذا حبك يا ربي تتقضى الحاجات بإذن الله إذا حبك ربي تتقضى الحاجات بإذن الله هذه معاطي من عليه تكالي الله هذه معاطي من عليه تكالي الله إذا حبك ربي تتقضى الحاجات بإذن الله انظر لحالي تبليك أحوالي
انظر لجسمي شهيد الصفات يا الله، انظر لجسمي شهيد الصفات يا الله، ثم اسلامي على النبي والآل يا الله، احمد محمد وباهي الصفات يا الله، احمد محمد وباهي الصفات يا الله، ثم سلامي على النبي والآل يا الله، احمد محمد وباهي الصفات يا الله، احمد محمد وباهي الصفات يا الله. كيف نعمل كيف نعمل يا ربي من فراق الاحباب، بعدوا بالرحلة وتقطعت الزيارة، بعدوا بالرحلة وتقطعت الزيارة، لبشير يجينا من عندهم بكتاب، كل ما يتمنى نعطوه البشارة، كل ما يتمنى نعطوه البشارة. عبد الله، تجارب موسيقية خرجت بالموسيقى التونسية وبالإنشاد الصوفي خارج حدود الوطن، كانت لك تجربة في مصر، في الجزائر، في السعودية، وإذا فما بلدان أخرين زيد فكرني فيهم. شفتوا عمليه ولوت عمليه ما شاء الله، عملتوا زيارات كبيرة. مصر، مصر في عدة جهات، في مصر في سيناء، في أسوان، الجزائر، المغرب، السنغال، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. هذوما في 3 سنين هذوما ما شاء الله. كيفاش تذوقوا الموسيقى نتاعنا؟ كان عندهم فكره على الانشاد؟ والله شوف، انا ديما نحن نقولوا نحن زعما عندهم فكره علينا، انت اللي مشيت وعملت العروض هذوما، كيفاش تقبلوا اولا الموسيقى والانشاد الصوفي التونسي، وثانيا كي مشيت لهم كان عندهم فكره يعرفوا علينا شويه ولا لا مازال؟ هو احنا نفرض رواحنا على خاطر بالحق، يعني موسيقتنا تتميز بمقامات محلوه برشا، تتميز بعديد الايقاعات، يعني هما تقام ما عندهمش برشا ايقاعات يتعاملوا بهم، احنا عندنا برشا ايقاعات، برشا انواع، برشا موازين، ما يكونوش عندهم فكره، ولكن لما يسمعوا انتاجنا يقعدوا باهتين. لان في مصر ما وصلش لتو، اي في مصر مو هنا، فما مشكل مع في الفنان، الفنان تلقاه مستوى ضعيف يسمع، ولكن دعاوه ودورته ويسعى هو باش يقدم لبرا ويلقى الفرصه، وحتى كان يغلط مرة ولا يحسن ويعاود حتى لين يسيب في روحه باش يعمل لك الدراب نتاع بلاده هذاك يعطيه قيمة. كي نمشي لمصر مثلا، في مصر تقابل مع تقريبا 30 دولة، 30 فرقة. صحيح. تقدم من مهرجانات دولية ومن أصعب المهرجانات. أي، وتكون كل ما بعضنا، يعني لابد في الافتتاح تولي كل حد معناتها يوري ما عنده. ينادي على صلاته. نلقاو احنا رواحنا مميزين. والمدير نتاع المهرجانات غادي يقولوا ما مش ممكن باش مهرجان يصير هذا ما فيش تونس. ثم عام ولا عامين هكا ما كانتش موجوده تونس لظروف الله اعلم. خارجه على اطاركم يعني طبعا. حسوها ناقصه حاجه. احنا نتاقلموا مع الفنون الكل، مع الغربي، مع الشرقي، مع حتى الراب، حتى الموسيقى الكلاسيك، يعني نلقاو رواحنا عندنا كل الكيين، نجموا نفرض رواحنا في اي باي طريقه. في المهرجانات الاخرين اللي نمشي لهم، يعني كي عيط لك يعيط لتونس، يعرف روحه راهو هذاك قبل حتى ما يعيط لك، يبحث عليك ويشوفك ايش عندك، معناتها يعرفك، خاطر ما مش بسهل انت كيف تجيب ضيف باش ياثث لك مهرجان، خصوصا المهرجانات عندها سمعه كبيره، باش يجيبش اي واحد، باش يجيبش باش يضيف لك، ما يجيبش اي حد اي حاجه يجيبها، فهمتني؟ معناتها يلزم هنا معناتها التونسي يعمل حسابه، ما تمشيش انت تو باش تقدم عرض مثلا باش تاخذ فلوس ولا باش تحاول تروح لك. هكا ماشي زياره وزياره ونعرف على المهرجان وعلى الناس اللي موجوده. عندك ساعه قبل كل شيء، معناتها يلزمك تعمل حسابك اللي انت تمثل في دوله تونس تحطها قدامك، يعني اللي باش تخدمه راهو في وجه البلاد كامله.
عليك رسول الله أوقفت آمالي فعطفا رسول الله عطفا على حالي عليك رسول الله أوقفت آمالي فعطفا رسول الله عطفا على حالي فأنت إذا ضاق الخناق وسيلتي فأنت إذا ضاق الخناق وسيلتي وكم مرة فرجتها دون تسألي. عبد الله، احنا نعرفوك ونعرفوا انتاجيتك الموسيقيه ونعرفوا اغانيك وحفلاتك والسبكتاكل اللي قدمهم، ولكن اللي اليوم ننتظروا منك في كليب، وكانه تاخرت مرحله الكليب، وكانك سبقت العمل الفرجوية الكبيره، سبقت برشا حاجات على حساب الكليب. وقتاش يجي الكليب؟ وقتاش نشوفوا اغنيه مزيانه؟ عملت كليب عندي برشا، وكان من اخراج زبيد لقاني، عملته في ايطاليا، عملته في البركان الايطالي في سيسيليا، وصورت شويه في تونس وشويه في ايطاليا، ولكن توا انا عندي مشروع نتاع كليب امي الغاليه، هذا مدعم من طرف وزاره الثقافه، ان شاء الله باش نبدا نصور فيه قريب. معناه قريب على خير. الاغنيه حاضره، الاغنيه حاضره شويه هكا، باش نخرج جوري قاعد يعني في التصور، ان شاء الله في اقرب وقت باش يكون موجود. وهذا بعيد على العاده اللي معناتها على الانتاج الصوفي او الحضاري. هذيك باش نسالك، انت سبقتني بطريقه جديده، حتى الموسيقى موسيقى كلاسيكيه وفيها برشا الات غربيه، ان شاء الله معناتها يكون في مستوى ويعجب ان شاء الله المشاهدين. عبد الله، باش نشد ثنية الاغاني معناها اللي فيها بعض انساني كيما الام، والا باش الاغنيه هذه فقط باش تبدا بها المسيره نتاعك نتاع الكليبات، ومن بعد باش ترجع للديني وتعمل زاد فيه تغيير. نعرفوا اللي الاغاني الدينيه كيما غيرتها على السين تنجم تغير لها تصويرتها على الكليبات، وتنجم تقدم زاد الاضافه. علاش لا؟ لا، حتى في النوعيه الصوفيه عندي تو باش نخرج، انا باش نعمل عرض ان شاء الله باش نصوره في سيدي بوسعيد. كما اليوم اكيد في على هو عرض باش يكون في نوعيه كليب، هو باش يكون في عرض فرجوي بالطبيعه، باش يكون فرقه كامله وفي سين واضواء وتكون معناتها في تقول شريط وثائقي على التراث التونسي وعلى الامكنه السياحيه كما سيدي بوسعيد، معناتها باش عنده عديد الاهداف ان شاء الله، معناتها باش يكون ان شاء الله في اخر الصيف يكون موجود ان شاء الله، باش يتصور بطريقه حلو عالميه. وفي سيدي بوسعيد كيما اليوم. عبد الله، شنو يوحي لك سيدي بوسعيد؟ والله تونس، تاريخ تونس. انا داري كي تشوفها مبنيه باللون الازرق والابيض، داري كان سيدي بوسعيد، معناتها النمط نتاع سيدي بوسعيد نحبه، حتى من وين انا صغير نحب اللون الازرق والابيض. تو داري ملي من معناتها تبنات معناتها وي تدهن بالازرق والابيض، حتى من الشكل والديكور كله سيدي بوسعيد. وراك تقول تونس تقول سيدي بوسعيد تقول تونس، كنز كبير عندنا في تونس وبرشا مناظر جميله. انت كي تجي في الليل عندها نوع معناتها منظر معين، في النهار في الصباح تجي صباح تاع القهوة في سيدي بوسعيد غير سيدي بوسعيد تاع العشية. فهمت يعني مكان جميل ان شاء الله، معناتها تلاقيه البلدية وتحاول باش تكون موجودة فيه بالحق، خاطر يلزم القهوة ويلزم تدخل النجمة الزهراء دار البارون، معناتها
درة من درر المتوسط حاجة رائعة. فرق العادة هنا كاينك في كان، يمكن في كان ماكش فهمت على البحر، البحر اللي فيها البرد بالحق في بصعيد غنى عليها على الرياح أغنية يا سيدي بصعيد يا علي بالحق يعني، ويسكن 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 هنا على الرياح، يسكن قريب معناتها داره قريبة في كارتاج يسكن يعني كي غنى الغناية على سيدي بصعيد يعني مش كان يعرف على شنيا على الحاجات الحلوة هذي. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي، يا رب إن عظمت ذنوبي فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي وموئلي وعتادي. أحسن ما ينطق لساني لا إله إلا الله بها عتق وإيماني. ذكر الجلالة يا محلى وحيد لا غير ثاني، وحيد لا غير ثاني، لا إله إلا الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثمرات تروي تروي شرب ليثي، وعند الشدة تكون غيثي، ننجى من فعل الخبيث، ننجى من فعل الخبيث، وبها ندخل عفو الله. أحسن قولي وحديثي، أحسن قولي وحديثي، لا إله إلا الله الله الله. زرعت في الأعضاء ونبتي، وفي رياض القلب ثبتت، يسعد من بيها توحد، يسعد من بيها توحد، يمسي في رحمة الله كل ما قايلها قايلها يسعد، كلمة قايلها قايلها يسعد، لا إله إلا الله الله الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. العيسوية هي المنبع أو الحاجة، البلاصة اللي هي قاعدة مشهورة فيها هي أريانا. أريانا وش المهم بين سيدي بورسعيد وأريانا، وفيها معناتها مجموعة ما شاء الله يعني ناس نتاعهم العيسوية، وموجودة العيسوية في الكهف، موجودة في الجنوب ولكن بطريقة أخرى مختلفة مختلفة في لأن أريانا في
في ريانا ما يعملوش يعملوا فيها الايقاع برك. كانت فوق يعني وتربط 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 مع الملوف والموشحات. في الجنوب تمشي هكا شعبي شويه فيها الذكرى وفيها كل وموجوده العيساويه هي اصلها في المغرب في مكناس يعني الزاويه بتاعها كبيره في مكناس معناتها كاني معناتها مسقط راسها في مكناس ولكن تتفرع على المغرب العربي الكل المغرب والجزائر وتونس كلها موجوده العيساويه. احنا ديما نقولوا الطرق نتاعنا الصوفيه والانشاديه والكل في تونس الحمد لله اللي نحن حفظناها على الاقل في عروض فرجويه كبيره. قديش انت اليوم راضي على مجموعه الاعمال هذيا والمجموعات اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره؟ قديش شوهة التراث وقديش خدمة التراث زيادة خاطر لولاهم ولولا هالمجموعات هذه كناش نجمو نشوفوا برشا محليهم غنيات اللي أنا ما نعرفهمش وبرشا من جيلي يعرفوا هكا شوية مش برشا. قديش الغنيات هذوما محليهم وتقدموا في إطار باهي ومزيانين وقديش شوف العيساوية ما ينجمش حتى حد يعملها خلف في جماعة العيساوية. بون ثم فرق قاعدة تعمل وتقلد واحد ولكن العيساوية في شطحتها في تحركاتها وما نجم يعملها كان جماعة العيساوية. كان مالي. تخدم مع فرق أخرى تعمل عيساوية ولكن تقلد برا عمل شو اسمه زياد غرس عمل العيساوية. فهمت سجل وسجل أنا مدلل وعملها تسجلت في الجزائر ولكن ما نجمش يعملها غير مالها خاصة شطحتها مش نبداو متفقين واضحين. كيف العوامرية عندها ناسها في السهم عندها شطحتها بالدربوكة والتنجيز هذاك والواحد في العلوية عندهم أكل كوين وأكل الدخان والتخميرة معناتها يجهز كانون سخون وداخل يجي في الفحم كيف ماكلة الكزاز وماكلة معناتها يعملوها جماعة ريانة وجماعة سيد بوسعيد ماكلة الظلف بالشوك ياكلوه جماعة الجنوب جماعة فما في سيدي بوزيد فما في القاصرين فما بعض المناطق يستعملوا العيساوية ولكن بطريقة يعني مش حاجة كبيرة فهمتني تلقى فرقة بارك معناتها هي اللي تخدم وهي طرق صوفية تبارك الله فما برشا طرق كل انسان باش معناتها ينتمي للطريقة نتاعو وهو هذاك يتقنها تلقاها في دمه يعني مهلوس بها في قفص سبحان الله في قفص انت تعمل كذا ضربة نتاع القادري وكلها تعب تشتح من غير ما تشعر أصلا فيهم بمدي. ما ينجمش هذا القادري يعملها واحد ماهوش من قفصة مش من حتى الجهة معناتها ماهوش من سيدي عبد القادر ما هي القادرية نسبة لسيدي عبد القادر العلوية نسبة لسيدي بوعلي فهمتنا الشاذولية نسبة لسيدي بن حسن الشاذلي العيساوية نسبة لسيدي بن عيسى معناتها كل ولي عنده الطريقة نتاعو والمريدين نتاعو والتابعين نتاعو وهي بالحق يعني كي تعرف كيفاش تتصرف فيها يعني حاجة حلوة برشا ومزيانة اي لان هي تمسك من في احساسك يعني ماهيش معناتها الاغاني ولا الاذكار اللي قاعده تستعمل مش معناتها جايه كيكا جايه في الكتب براو احنا باللي باش نقعدوا نصور ولا ننجو ولا نغنيو ما نجموش مازال عندنا علاش توا انا ساعات يجيني الشاعر يقول لي والله عندي برشا اغاني دينيه المريه انا كتاب السفينه برك القادريه يعني ما عملناش منه حتى سته ولا سبعه اغاني يعني على قد ما تنتج وتعمل وتخدم مازال يعني برشا خاطر احنا كيما كنا نحكيو بكري فقنا بها مخر الحكايه بدات تعكين قبل في الزويد تعمل في مناسبات هكا واحد وتعملوا حلقات وكهو توا تطورت ولات حكايه اخرى ولات تجيب الفلوس ولات تجيب جمهور ولات مطلوبه دونك هنا معناتها يلزمنا نخدمو ان شاء الله معناتها توا فما برشا شباب صغير وقاعد يتعلم وقاعد ان شاء الله باش يكون هو الخليفه وهو اللي باش يشد المشعل ان شاء الله يحافظوا عليه التراث هذا بالحق كنز. اخر سؤال يا عبد الله وقتاش نشوفوا عرض كبير في كارتاج؟
والله اليوم نستناه. خدمت في برشا مهرجانات خارج حدود الوطن، مشيت لبرشا بلدان، خدمت هوني في تونس في المسرح غير المسرح وكل. بقات الخطوه هذه اللي اعمالك علاش ما توصلش لكارتاج والمهرجانات معناها اللي تقرب شويه لكارتاج وتقاسم نفس الجمهور؟ والله كارتاج ما عادش معناتها الرمز اللي يجيب كان هكا تشوف معناتها فما فنانين حتى في بلدانهم من عنده غنايه ولا اشترى غنايه يجي يغني في كارتاج. ما عادش معناتها روبير باش تقول انا غنيت في كارتاج. انا غنيت في كارتاج في الاحتفال كارتاج مع بوشناق ومع الفنانين الكل، واتت فرصه زاد كرمني عدنان الشواشي في العرض عم ناوله وطلعت معاه في اخر غنايه، وهذا شرف لي وانا نحييه عدنان الشواشي ونحيي الاستاذ عبد الرحمن العيادي على المبادره اللي عملها، وان شاء الله انا نقدم معناتها يعني الفكره موجوده يعني موجوده ان شاء الله نستمتعوا به ونستمتعوا ان شاء الله ان شاء الله. علاش نقدم فيهم علاش لا؟ ولكن ماهوش غايه، هو توا كارتاج ماهوش معناتها انا باش نقعد نجري، كان جات ما جاتش الحمد لله، هذاك هو اللي كاتب ربي ان شاء الله. مش نحبوا احنا ماذا بينا نغني في كارتاج وماذا بينا انا نغني في دقة مدبية. إن شاء الله احنا السنة باش نكونوا في عدة مهرجانات، باش نكونوا في بنزرت إن شاء الله، في ولاية منوبة عندنا إن شاء الله زوز عروض، عندنا عرض في سيدي منصور في صفاقس، عندنا مهرجان الزهرة، وعدة عروض إن شاء الله احنا قاعدين توا. ما تعرف الظرف إن شاء الله ربي يحمينا من الوباء كورونا، والحمد لله تونس معناتها ربي سترها، وباش تكون الامور معناتها مكه شويه صعيبه شويه، ولكن احنا باش نجتهدوا كونا معناتها نقدموا حاجات ولكن ما نضروش من وراها، باش تكون العروض ماهيش كيما قبل معناتها في العدد، وماهيش باش تكون زاده معناتها. المهم احنا باش نحاولوا الفرحه والفرحه للعبيد من غير ما نضروهم، ما نكونوا زاده وبقدره الله معناتها احنا نخدموا مادام مازال فينا لا لاباس غير حي لاباس. نعرفك تحب العروض وديما تخدم وديما لاباس. نحب نقدم تحيه لاعضاء الفرقه نتاعي من الصغير حتى الكبير ومن القديم ومن الجديد، ونحيي الجمهور اللي يحب يشوفنا ويحب يسمعنا. نحب نحيي التوانسه الكل على تضامنهم خاصة في وباء الكورونا ذا اللي كانوا خذوا بالنصائح. نحيي وزير الصحة و اللي يخدموا في وزارة الصحة كل اللي يسميه الجيش الأبيض على معناتها وقفتهم وعلى اجتهادهم وعلى معناتها فتنتهم، وجابونا بالحق معناتها المفخرة قدام العالم الكل، قدام العالم اللي فيه الامكانيات الماديه والعلميه فهمتوا، والحمد لله احنا تفوقنا عليهم. هذا معناتها اعانه من عند ربي الحمد لله، وزاد الشعب التونسي وزاره الصحه جيش الابيض وزاره الداخليه وزاره الدفاع اعوان النظافه كلهم الناس كلها معناتها وقفت لارواحها، وقفت للبلاد هذه حتى خلاتها معناتها من احسن البلدان اللي نجحت في مقاومة وباء الكورونا. عبد الله كنت فرحانة برشا أنو عادينا مع بعضنا نهار، حبيتها اليوم حلقة زادة لأنه كما نحكيو على برشا على الفن، على الفن الشعبي كما نحكيو على الراب، كما نحكيو على الموسيقى، كما نحكيو على الممثلين وعلى المسرح وكل، حابين اليوم نعملوا حلقة على الإنشاد والأغاني الصوفية الإنشادية، لأن عندنا برشا برشا ناس يحبوها وعندها زادة مكانتها في تونس وفي شعب تونس وفي تاريخ تونس. حابين من خلالك نحييو كل الفنانين اللي غنيوا محليهم في الانشاد وكل المجموعات الموسيقيه وكل الناس اللي تقدم في الاضافه في القطاع هذايا. حبيت من خلالك انه اليوم نستمتعوا بالنهايه هذه ونستمتعوا زاد بالغنيات وشويه تعطينا من المخزون اللي عندك. نعرف لانك ديما تبحث في الطرق في تونس وتمشي وتتواصل مع الفرق، ونعرفك زادة تشجع ياسر المجموعات، حتى قدام المره تكلمني تقولي بربي فما مجموعه محليها وتشكرها، رغم انك انت زاد عندك مجموعه موسيقيه تقولي والله راهو جماعه من الكيف، راهو جماعه من القروير، راهو جماعه من قفصه. بالحق يشجع على الاخر في المجموعات زملاء وديما يحكي عليهم كل خير ويحاول باش يقدمهم في التلفزيون الكل.
أنا زاد نشكرك على الاستضافة هذه وعلى الجولة هذه الحلوة بالحق. أول مرة هوني. شفت بها برايس أول مرة في سيدي بوسعيد. نحيي الإطار الفني والزملاء اللي جاوا معاك وتعبوا معانا. نهار سخون باشا الحقيقة. نهار سخون. زاد كذلك نحب نوجه تحية لكل من يتعامل ويخدم في المجال الصوفي والإنشاد وحتى الفن الشعبي. وكل فنان تونسي وكل موسيقي تونسي يمتهن هذا المجال. نقول المراه تونس وفن تونس وتراث تونس راهو امانه في رقبته. ميرسي بوكو عبد الله، يعطيك الصحه. شكرا لك على الحضور. شكرا. يا ابو سعيد العالي شرفتنا بالنور، شرفتنا بالنور. يا ابو سعيد العالي شرفتنا بالنور، شرفتنا بالنور. قامك عزيز وغالي مشهور بالنظور، مشهور بالنظور، مشهور بالنظور، مشهور بالنظور. يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا، يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا، يا لا 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 لا. هكا نكون وصلنا الى نهايه وخاتمه برنامجنا لليله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال اللقاء مع عبد الله ذوادي اللي كان كله تقييم وتقديم للاغاني الصوفيه الانشاديه التونسيه والطرق اللي حبينا انه من خلال عبد الله نضويه على بعض المناطق اللي فيها طرق الصوفيه والاغاني الحلوه والمزيانه. ان شاء الله تكون سهريتنا الليله عجبتكم مع الفنان التونسي عبد الله ذوادي. نتلقاو الجمعه الجايه مع فنان اخر باش نختاروا مع بعضنا الاماكن الطبيعيه الحلوه ونحكيوا زاده في مسيرته واخباره الفنيه. تصبح على خير والى اللقاء.